صاحب بادي والله خالي برك يا خالي برك واش شريري تسرق القهوة بادي منين خالي تسرق يديوك للسجن تقعد والله ما فهمنا والو ها راجي السيدة بادي ذكر ركبوا لافير بوليسير وصوار دخلص تعرفوا يا بلا عرفوا بوالوه اسمع شاري سلف 250 دفاق موكس عطيتها بيانو إلا باري ما عطيتها شو بس عسر هيك وكيف هذي ما كانش منها خلاص كيف ما كانش منها قلك عطيني سورد يعطيه سورد وخلاص ومين عطيه سورد ولا شو ما عطانيه يا قانو جديدة بخما سيرك شو ما تملي وش بيك هذا ذاك نهار السيدة بادي في السوق هرس قد قد راح يسيره ولا غكينا منها قد 200 إلا عطرة مهبول ولا وش تحوز ذوك الاخر وش تحوز كيف وش يحوز الاخر قلك عطيني سورد يعطيه ملو كيف موسين سورد هذول عطاهم لي انا كيف موسين سورد مسخربين ابو 20 واش نكره واحد انا يقول واحد اعطيني سوردي ويقول وقت اعطيتهم لي ولا كيف ذاك نهار السيد ابو هذه انا شتي لي تيليفزيون كوسيتي معاه ولا غزيد ربع دي موت انا حاضر الا عذرا مش نورمال ولا كيف مش نورمال انت اللي ماكش نورمال ما تبلش الناس اللي بان هضر معاك واش تحوسوا دوك انت مع رقم الباك لعبتي على المرور كيف يلبلك على المرور قال لك اعطيني سوردي اعطيه سوردو مش انا راني حاب نفهمك تعطاهم لي هادي مهم دوك انت مش راح يدوك كيف راه فاهمك انت واش تحوس واش تحوس ذاك نهار السيد ابو هذه اللي شتي ليها انا بدون زيت وزاد لي ماء ولا غزدوا 3 كيلو لوبيا وغا تقلب حاجه وفات انا عرفت بلي يقلب شامي طاحت عندي 250 يا ونضحكم اكبر خو الصحبة ما تخاف ما والو كيف نخاف لا نخاف انا شتكنا كر وما دير في بالك والو البركة على بالك نوض نمشيو مريم قولك شمن يحيو لك صور تروح نتغداو لقيني حالتي اكثر من حالتنا وانا من البارح ما خليتش انا زعما رايح الموريس طرودك نتغدا ومن ثم نهرب لوخلص هادي بونافير واسمك واسمك انت انا اسمي الدهماني شوف السيد الدهماني ذوك نروحو الريستورو كل واحد يحكم طابله واحد ما يعرفوه كي يجيو خارجين كل واحد يدبر راسو واش يقولو وخلاص سمي شريلي كيف واحد ما يعرف واحد ندخل انا الاول اه ندخل انا الاول وبعد تدخل تبودي وكساع الدهماني يزيد شويه ويزيد يدخل كل واحد يحكم طابله كيما فهمتو باه مو الريستورو ما يفيقش بلي انا خادمي لافير مع بعضنا ولا راه متفاهمينو يا خويا مشات وخلاص خلاص السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل تفضل وليدي ها راهي الطابله تشيل هيوريه مش كاينه ماكله حاجه كاينه الشربه سباغيتي جلبانه بطاطا كوشا فريت اومليت والشوا وكاين الدجاج وكاينه بطاطا مقليه عطيني طبسي جلبانه وشوي تشكتوكا وطرف دجاج وقرع خوخه مش كاينه ماكله الحاج يا سيدي السلام ممنوع عندكم يا قلتها في قلبي كاينه الشربه سباغيتي جلبانه بطاطا كوشا فريت اومليت والشوا وكاين الدجاج وكاينه بطاطا مقليه جيب لي بطاطا كوشا و43 ما تركش هو ولا عاد كاين الروز جيب لي طبسي ولا طبسي ونص عفونتا فرز كبيرة تاي ترتين عباك نشتي الكازوز صحيت حاج صحيت وليدي هاي الطابلة وريح واش تاكل جيب لي زوج درقازات ودير معهم ضيضة ودارك ناسي وعطيني داس زاد احنا والله ما فهمت الكلمة وليدي زوج درقازات يعني زوج مركازات المركاز انا نقولو درقاز واحد ما يستني والضيضة يعني بيضة وداس زاد احنا يعني كاز زاك احنا ودارك ناسي يعني مرتي ناسي اسيدي انت ما تسكوش هنا ما تسكوش هنا ها خير حاجة اربحت لا وليدي واش هذا على خير هذا الزام ياما خارج برك يا سلاك لا مالو يا اخي سلكتك هاك كيما سلكتني هذا لا سلكتك واش بيك هذا بعد ما تشفاشو كيما تجي داخل سلكتك ما سلكتني ما والو ها هو راه السيد هذا صاحبي بولي سلكتك ربحت راه وليدي هذا سلكني صاحب هو سلكك الحاج كيما سلكتك انا قد سلكك هو ورايا اما انا والله ما سلكتوني للزوج وكيف ما سلكناكش حاج تركت بلا صباح ربي واش بيك هذا ها هو راه السيد شاهد بلي سلكناك وانا السيد هذا ها هو راه قاعد روحت راه وليدي هذا سلكوني يا ولدي اللي بالي بيه ما نحاش سلكوك ولا ما سلكوكش قلب لي الصرف خليني نروح واش ما صرف نقلبوك حنا حاصلين في السلاف تقول لي قلب لي الصرف ديجا وقت حتى سلكني نقلب لك الصرف انا كيف ما سلكتكش الحاج دوك انا ظالم هذا ظالم الاخر ظالم انت هو الصح شوف وليدي ما تلعب لي حتى لعبه في ثلاثه ما سلكتونيش شاف عليكم الواحد ملي دخلتو اسمع عزوز سكر البيبان من هنا طقلوا الكلاب ينعتوا الصرف هيا جماعة شكون اللي راه فيكم مريض؟ يا سيب قلبي انا اللي راني مريض انا راني مفوتي خلاص شيني هذا راه صحيح اما ركبت انا صحيح مرة انا قال اروح فتينا ترماك اروح شوف يا بنت الناسب راه انا راني بيت في حالة راني سيد الشيح سيد الجادة وراك نكرم راه ما نفعت فيا حتى حاجة يا تعطيني دواء تعطيني مرض انا خلاص اه مسيو راك بين مريض بزاف تبعني تشوف اسمع السيسال اللي عليه تذكر راح عقبه يتعشى دكتور لو مالاد 812 دخليه سامك ماشي يا دكتور صحيت صحيت اروح منا تشوف اروح اروح اتكسل ولا وش بيك يا راك دعوة قلب خلطة كامرة مريا شرات يا جور مورتي ناسي بخلط كلش ما بعضها وفي بلال في شنو والدخل صح وش كليت البارح
كريتا بينا زاد تزود بينا وقول لي عندك ستر في كاشلي عمي دكتور باتك شي زينيتي مش دخل زينيتي تسمى بان بيبي البابا برك هو عاودي بها السقسية عندي ستر في كرشي ولا ما عنديش برك عايشك راها ما كلها تعب وخليها برك شوف الدواء هذا تشريه وتشربه 7 أيام ما تحبسوش صباح الخير أبادي صباح خير عمي خولي أرواح وليدي ما احتياجك أرواح يخي غير الخير عمي خولي وش ما خير وليدي نبكي ولا نشكي ولا نفرغ كلش دوك وش بيك عمي خولي صبحت ماكش مليح صبحت وليدي مانيش مليح كرهت من روحي شاتي نجبد روحي على روحي حصلت في نفسي ركضت بعقلي صبحت بالعقل وشي اللي كنت خايف منه وراني فيه ما طلبت والو غير قربي مبات فيه ما تقوليش يا عمي خولي زادوا على القول لا استعباطي ما تمديتش ما ديتش وليدي ولا ليست راه عندي قرات عمي خولي شكون يديو انت ما ديتش يهام لي يديو يسلك ويمدهم لك فارس كنت عندها وتالي ليها فهيمه ديما راه في وجه الربيع لحقت لقاتهم شاو جاويده ما كانش رايح نحلفوا له عيسى تفليكسي بدي السوريه لحقوا مصاص سليمان مش كل يوم فم حنان حط روحك في بلاستو الشريف ريحو اخطيوني رضا اها ها 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 جماعة نور الدين ما ظنيتوش يديرها المطاعي ماذا به الاحسن مش عوايد وفريد راحت بوجهة زكية تيهو الهم عزوز صراط وما عاودش العدوي من يملك الاخضر اترك عليك الصالح راحوا في جماعة ولا واحد التوفيق ما طمعوهش يعيش الشريف جابوها له في الناظر اسماعيل عرفوا باللي لقاه ثم بالقاسم شت لا نوض الخلفاوي خلفاوي ذم اهم اهم رقد وزاد عطاولو ايوش تحب وليدي قالوها الناس بكري قالك جال الاخر الطبع الاول وقال بلاصتي من العام الاول يا ولي حتى يقولوها الناس بكري يا عمي خولي كبرنا درقب فيني جذا والله نحكي لك همي يا بادي تحس روحك يا الدنيا هذه اللي حضرت لها 4 ساعة راك مهموم عمي خولي روح اقعد واحكي لي وش كاين في قلبك الشي اللي حاس بيه في قلبي ما قدرتش ننطقو وإلا نطقتو وانا شكون راح يفهمو عندي ورقة وستيل ونحوسك تكتب لي بريا لم البريا عمي خولي كتب وليدي ما تحبش تفهم كتب العنوان قبل ما ننساوهش الهم يبكي وحنا سكتو فيه من عن شيخ الخولي اللي لعبتو له بعمره إلى وزير الفقر قولوا راه مدوا الباطي ماتوا ما عطاونيش مدوا الفوفو وابتسام سهام وحياة وفوفو إيه فوفو أنا كتبتها كتبها إيش خطرتو كتبها وليدي 4 ولا 5 من يخرجوا الباطي ماتي مدولها ما بخلوش الباطي ماتي بخلوها بالبرية كتبها وليدي 6 ولا 7 كتب وتما توشامي خوليو ما عطاونيش وليدي البقاني بلا زواج 70 سنة بلا زواج يعني لما سوش عمي خولي من اللي كنت مولا 40 سنة وليدي ولا لا يحطو صيوما يتكلو فيا البق ما عطاونيش يعني لما عطاوش عمي خولي شافوني وليدي قليل الاكتاف وقليل الاكتاف ما خيالو يخاف كون جا واحد برسلو يعطي في الباطيمات ويزيدو هدايو كتب دايو من تحت كتبها صغيرة برك كتب وليدي اللي كان عنده 1 مليار ولاولو 26 مليار واللي كان مخبي 100 ألف رمضان كلاوهالو كتب على البطاطا على الزيت الزيت قولها راك غليت ما قدرتش نشريك سالوا لي على الزيت والصابون الحجر كتب وليدي اللي خلاو الزوال للشر وضحك الذر واحد ساكن في باطيمة ويقول لك بياقت علينا واحد كاري واحد يطايش واحد ساكن عند نسابو واحد الجردة ولا بيسين والشاي والجعلولة والفرن على 7 والزورة تاع النمر ويقول له عفاف البرد من راه يدخل كتب عفاف من تحت كتبها صغيرة برك كتب وليدي على تشغيل الشباب تشغيل حكمه هما وعطاونا احنا الشباب كتب وليدي الدنيا عقل المجد الزف صدرك طبق وليدي البرية وما تزاش في البوسطة ديرها في كرعين تاع حمامة وخليها تروح ليه عبد قديم انا يعطيك الساعة عمي خولي والحاجة هو الشيخ الخولي ناوضي ترشلالي وبادي يطلعوا معايا المرشي شلالي اعطيه السنسلة وبادي اعطيه الماتشاكو هاتين الشاقور لهنا لهذا رايحين للحرب يا ولاد كثر من الحرب يمس نهار كامل وحنا ثم بعنا شحتى قرعة شلالي وش يا بي يا ولدي نطلعوا المرشي بادي يروح مركبيني جاي
يقول لك هيا وشني اللي راك جاي هذا وهذا القراو كل شوي يهزم ابوي يا ما جبتلوش فروض يا كيف نجيب المفروض هذا يا ثقال ابوي ثقال ولا قبل على 12 قاعد تغدى ما قلتش المغرفه كي ثقيله يخلينا ابوي من الهضره الزايده والناس صدوك صور المفروض ما تديهمش انتم وخلاص يا اخي راه حكايتها ربي 5 كيلو مش يجيب لك ربي بزاف هاك بودي سكا بودي عيش يهز برك شري خويا نقرب لي حقوق وانا غاك تفي طيحاتو ليا برامي صورك ابو تاعك فيها زوج قراع قلت لي ثقيله انا تاعي فيها 20 قرعه ما قلتش ثقيله يهز برك ابادي خويك صغير يعطس هيا حط وليداتي القرعه لهنا وروحوا تدربوا من هنا غير تشوفوا واحد كثر معايا الهضره هجموا عليه كذابه شنو اللي ديرك لا خبطوا بالشاقور يا يموت ابوي كيف ديرت بالشاقور هذا يقلب الشاقور وخبطوا الشطاب بزلو خنوفتو عسل عسل الخاوه الدكتور في المسيره حار فيه عسل ملي ما يتقطعش يشرو علي ضاقت روحي عسل صباح الخير الحاج يتربح وليدي قد العسل الحاج 150 في القرعه هو غالي صرفكو بط صحي زيد صرفكو شنو روحوا وليدات الدرقو من يروح صحيتو من لو جاي غير كف وليدات واش اذا بودي حنا جينا نبيعو راجل نضربو الناس واش راه دير شري لي خويا تضرب دراك تاكل مسقي يثني الناس بالعقليه ما شراوش لازم من مكف ولا هيا لينا عسل عسل مليح القراج مو سبيسيال مطرود مقرق شات عسل الخاوة عسل وقدر عسل هذا الحاج 150 في القرعة ولدي او بين مش تاع النحلة هذا محسوب توجهك وجه النحلة ينعلبوك صرف قوة بادي حيد ابوي حيد اولاد شنو اللي قتلتو عميتو يخدرك شو ابوي 150 قال غالي ما شريشه يا مرة تعدمتو زيت راح اوصو ولحن دب من هي ورا السوق وروحوا تدرقوا وليدات شنو اللي فوسط باطك وبادهم في شعرك وروحوا تدرقوا من هي والله يشتي لي خويا غتقول لك سيد مو الكبار عباك هذاك وين جبت له في الراس قد قدو والله ما يزيد يدير القمجة على كتفه يا اش ما القمجة يا سيدي البساني تزيد وروها عسل عسل الخوة دكتور في المسيلة حار فيه عسل ملي ما تقطعش في سوسة في مدينة سوسة بعد حاله فيه عسل شريوا عليها ضاقت روحي صباح الخير الحاج يتربحي قد العسل 150 في القرعة هذا غالي هكا تقسمني اللي فات سوا ب 20 صرفك ابادي يا جوز كبير ابو وش صرفك لهذا صرفك انا صرفك صحيت زي صرفك اشيل صحيت وليداتي صحت روح تدرقوا من هنا مع الصوار ده انا ما نعرف لا كبير لا صغير يجي وليدي هيا حرك القرعة الاخرين خليونا نروحوا وي وين تروح الحاج واش وليدي خير بالخير 20000 تاع وليدي 20000 هذي هي المكاس راك خاطف الخلو حيد ابي حيد صحيت شنو صحيت تاع المرشية على بول روحكم وقد العسل هذا الحاج 150 في القرعة وليدي او بين مش تاع النحلة هذا محسوب توجهك وجه النحلة ينعلبوك صرفكو بادي حيد ابي حيد اولاد شنو اللي قتلتو عميتو يخدرك شو ابوي 150 قال غالي ما شريشه يا مرة تعدمتو زيت راح اوصو ولحن دب من هي ورا السوق وروحوا تدرقوا وليدات شنو اللي فوسط باطك وبادهم في شعرك وروحوا تدرقوا من هي والله يشتي لي خويا غتقول لك سيد مو الكبار عباك هذاك وين جبت له في الراس قد قدو والله ما يزيد يدير القمجة على كتفه يا اش ما القمجة يا سيدي البساني تزيد وروها عسل عسل الخوة دكتور في المسيلة حار فيه عسل ملي ما تقطعش في سوسة في مدينة سوسة بعد حاله فيه عسل شريوا عليها ضاقت روحي صباح الخير الحاج يتربحي قد العسل 150 في القرعة هذا غالي هكا تقسمني اللي فات سوا ب 20 صرفك ابادي يا جوز كبير ابو وش صرفك لهذا صرفك انا صرفك صحيت زي صرفك اشيل صحيت وليداتي صحت روحوا تدرقوا من هنا مع الصوار ده انا ما نعرف لا كبير لا صغير يجي وليدي هيا حرك القرعة الاخرين خليونا نروحوا وي وين تروح الحاج؟ واش وليدي خير بالخير؟ 20000 تاع وليدي 20000 هذي هي المكاس راك خاطف الخلو حيد ابي حيد صحيت شنو اللي صحيت تاع المرشية على بول روحكم صباح الخير الشلالي صباح الخير عمي خاوري واش راك؟ واش هذا سيدي ما بنتش يومين ولا ثلاث ايام؟ اه كانت عندي طريق برك واش راك عمي خاوري؟ والله غا لاباس عمي خاولية واش يا شلالي واش؟ زعما سقسيك برك اي سقسي وراه المشكل كاينين شي ناس عمي خاولي تلقاه علق روندا فوق الدالة وقول لك على العين واش تقول فيها والله وعلقوا الزين بيجو ياك تعود جاتك ضربة غا جاية برك كاينين شي ناس عمي خاولي يقولك حب الشراب قبل رمضان بربعين يوم واش تقول فيها لازم يحب الشراب قبل رمضان بحداش شهر تسمى ما يشربش خلاصه ما يشربش خلاص كاينين شي ناس عمي خاولي يروحوا للمرابطين والقزانات وتقولوا انا بنتي ما تزوجتش وهذاك يقول انا ما جبتش الباك هذاك يقول انا ما عنديش الزهر
واش تقول فيها عمي خولي؟ كيف يروح المرابط؟ المرابط 400,000 ما تدوشوش، كيف يعلم الغيب؟ ويقول لك هاك راح تحلو زين وما على باليش، كله كل موت غدوه، لو زين يحلو جارنا. عندك الساعه عمي خولي. سيدي واش كون وين كنت هنا؟ اهلا بادي وشقه صاحبي. والله غنقول الحمد لله ما بنتش سيدي خلاص. باك تعدي الطريق برك. بادية واش يشري له خويا؟ واش تعرف بادي؟ رحت بيت عند خالتي في الدوار، عندها البرد يقتل وعندها فورنو صغير تقولوا شمعة. قلت لي واش شلالي؟ قلت لها اش يا خالتي؟ قلت لي لا عدو زيدوك زورة. قلت لها الزورة حتزيديها لي قطي بها الفورنو وبرد. وصاحبي وبعمي هيا. صباح الخير بادي. صباح خير عمي خولي. ارواح وليدي ما احتياجك ارواح يخي غير الخير عمي خولي. واش ما خير وليدي؟ نبكي ولا نشكي ولا نفرغ كل شبك؟ واش بك عمي خولي؟ صبحت ماكش مليح؟ صبحت وليدي مانيش مليح، كرهت من روحي، شاتي نجبد روحي على روحي، حصلت في نفسي، رقدت بعقلي، صبحت بالعقل. وشي اللي كنت خايف من وراني فيه؟ ما طلبت والو غير قربي مبات فيه. ما تقوليش يا عمي خولي زادوا على القولة الاستعباطي ما تمديتش. ما ديتش وليدي ولا ليست راهي عندي. قرأت عمي خولي شكون يديو انت ما ديتش؟ إهام لي ديو يسلك ويمدهم لك فارس، كنت عندها وتالي ليها فهيمة، ديمارة في وجه الربيع، لحقت لجاتهم شاو جاويدة، ما كانش رايح الحلفون وعيسى، تفليكسي بندي السورية، لحقوا مصاص سليمان، مش كل يوم فم حنان، حط روحك في بلاستو الشريف، ريحو اخطيوني رضا، ها 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 جماعة نور الدين، ما ظنيتوش يديرها المطاعي، ماذا به الأحسن؟ مش عوايد وفريد، راحت بوجهة زكية تيه الهم عزوز، صراط وما عاودش العدوي من أملك الأخضر، اترك عليك الصالح، راحوا في جماعة ولا وحد التوفيق، ما طمعوهش يعيش الشريف، جابوها له في الناظر اسماعيل، عرفوا باللي لقاه ثم بالقاسم، شت لا نوض الخلفاوي. الخلفاوي ذم أهم أهم، رقدوا زاد عطاولو. إيواش تحبوا وليدي؟ قالوها ناس بكري. قالك جا الاخر الطبع الاول وقال بلاصتي من العام الاول. يا ولي حتى نكون هانيس بكري يا عمي خولي، كبرنا ترقب فيني جدا. والله ونحكي لك همي يا بادي، تحس روحك يا الدنيا هذه اللي حضرت لها 4 ساعة. راك مهموم يا عمي خولي، روح اقعد واحكي لي واش كاين في قلبك. الشي اللي حاس بيه في قلبي ما قدرتش ننطقه، وإلا نطقته وانا شكون راح يفهمه؟ عندي ورقة وستيل ونحوسك تكتب لي برية. لم البرية عمي خولي؟ كتب وليدي ما تحبش تفهم، كتب العنوان قبل ما ننساوهش، الهم يبكي وحنا سكتوا فيه، من عن شيخ الخولي اللي لعبتولو بعمره الى وزير الفقر، قولوا راه مدوا الباطيمات وما عطاونيش، مدوا الفوفو وابتسام وسهام وحياة وفوفو. اي فوفو انا كتبتها، كتبها اش خطراتو؟ كتبها وليدي 4 ولا 5. من يخرج الباطيمات يمدولها، ما بخلوش الباطيمات انا بخلوها بالبريه. كتبها وليدي 6 ولا 7 كتب. وانت ما عطاوكش عمي خولي؟ ما عطاونيش وليدي، لبقاني بلا زواج 70 سنة بلا زواج. يعني لا ما سووش عمي خولي؟ ملي كنت مولا 40 سنة وليدي ولا لا يحطوصي وما يتكلو فيا لبق ما عطاونيش. يعني لا ما عطاوكش عمي خولي؟ شافوني وليدي قليل الاكتاف وقليل الاكتاف مخيل وخاف، كون جا واحد برسقو يعطيو في الباطيمات ويزيدوه داي وكتب داي ومن تحت كتبها صغيرة برك. كتب وليدي اللي كان عنده مليار ولاولو 26 مليار، واللي كان مخبي 100,000 رمضان كلاوهالو. كتب على البطاطا على الزيت، الزيت قولو راك غليت ما قدرتش نشريك، سالو لي على الزيت والصابون الحجر. كتب وليدي اللي خلاو الزوال للشر وضحك الذر، واحد ساكن في باطيمة ويقول لك ضياقت علينا، واحد كاري واحد يطايش، واحد ساكن عند نسابو، واحد الجردة ولا بيسين والشاي والجعلولة والفرن على 7 والزورة تاع النمر، ويقول له عفاف البرد من راه يدخل. كتب عفاف من تحت كتبها صغيرة برك. كتب وليدي على تشغيل الشباب، تشغيل حكمو هما وعطاونا احنا الشباب. كتب وليدي الدنيا عقل مجد الزف صدرك، طبق وليدي البرية وما تزاش في البوسطة، ديرها في كرعين تاع حمامه وخليها تروح ليه عبد قديم انا. يعطيك الساعه عمي خولي. لا
يوم نهاركم مركي يا عمي خولي راكم بخيره إهانة قبالو يدي أبهو قبالو كل شراه قبالو وش راك تهدر وتمتم وحدك هذا يوم إيش نهدر معك اللي نهدر وحدي لهذا تهدر وحدك هبلتوا حقني نقطع التليك ونزيد نقطع الفيستا معها عمي خولي لهذا خير الخير يوم شما خير خير برح جدر مياني حولي فرمي ما أطرق عيني كلبه ولهذا تمعنا باك شباخي دي ما حاطين ثم ديرين كومبلو للناس وعلى جلش نحولك البرمي يحكمني الرادارة البلاكات قول 60 يمشي 80 وزاد وقاو فيوز موش يمشي قلت له انا الصباح كنا اوتوموبيل تسخنت نص 60 قلت له 60 تيحك نمشيها بالحوش ولا هبل مكوال البلاكات قول 60 كون مشيت 60 وخلاص يا طريق تمشي حتى 200 كيف نمشي 60 عمي خولي وش بيك هذا وانت لا ما تريقلش ضمك حتى نحيك البرمي يا واش تريق عمي خولي ذكرى الحفور الزراد بالدودانات دو دار مسنا ما شفناش غافو كوزينا تعرف عمي خولي التيفو طيح في حفرة هكذا على باكشيني تخبط الطمو بيترك وتصير بلاص وكاين واحد الدو دانا عمي خولي كون تطلعو تشوف تونس يا ذا ما القانون يقول هكذا يا واش من قانون عمي خولي قانون تاع الأوروب الأوروب داروا الطريق وبعد داروا القانون لهنا داروا لنا قانون قبل الطريقة واش من فينية تسلك هنا وطرق وكل فاسدة يا واش من طرق راح تدقدقت وكل مقعد ما يليق يا واش من طريق تسبحوا لينا صباح ربي واش يا عمي خولي تسبح لي تمال الدار دي 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 ما تقروش ليا يا راني دزيت تهمة نزام نجيب لنا قهوة وكوارها راح ثم وقعد وهذاك يدزوها الناس هذاك بالك راه نسال علاش دزيتو خطر انا عطيتو 200 قلت لهم يسلك بها تريستي والغاز و يسلك بها واش شحتي هزيت عليه سروال راح سفر الصونا غاز ولا ليا قال لي وين اللي يسلك بها تريستي والغاز وين اللي مثل ولد شحتي هذا عبد هذا هوكو يا وانا ما عندهاش بزاف تا واش انا وياه وعداني داها سمانه وقيل ولا ثلاث شهور ما هدرش معايا قلبه ابيض كي القهوه ما نكون شاك حل بالك 30 سنه ما هدرش معايا حقا بضرب هذيك على تيلي شتي ويا شليلي يا كيما كانوا يخدموا في ديارهم تلاقيتو لابس فيستا مقطع السروال رايح شعره طالع الفوق قلت له واش الدهماني واش راكم ديروا؟ قال لي انا نعاودوا في الديار وانا نضحك معاه برك، قلت له لي عاودت بهم الديار خويا عاودت بهم روحك. وراه وراه جي شي شوف كان يمشي ويتعوج عرت المهيبل هذا. يا وانت انا جيت ابوك اتوقع كنت نسك لابوليس تلقاهم مسكرين. اوه يا العربو يا العربو يا التشغيل تاع العربو. جيت هابط القهوة شلالي كما راه الحيط هذاك اللي هارت لك علينا الراجل الكلاف السيدي اللي فات. جا واحد السيد انا خاطر سيد هما على حيط. وجاي يشتشغل قال لي واش راك تسمع قلت له خط راسك دوك تسمع حط راسه زمان وبعد قال لي ما سمعت والو قلت له لك واش انا راه مخيرني انا استار ربي قدامني هكذا باين يحوم الطبع تاع التشغيل تاعهم هذاك وجبت دخان ولا ما جبتش جبت كاروت كيف ترفعها في الطريق ومازالو تسعو ايه غاشي راه في القهوه لي واش كاين انا غاشي كامل يتفرج على الجزيره راهي الدنيا مقلبه اسرائيل راهي تضرب في غزه طياره تضرب للشار يضرب البابور يضرب الشعب يضرب ريبونهم ديارهم الدرس صغيرة التجارة غنصوهم غاضوني انا يا كيفا ما يغيضوش مام شعباد ما لقاوش الرجال التالي يكون يتحدوا المسلمين ويضربوا اسرائيل يحكم فمك ليك عمي خولي بيضربوا اسرائيل ويكونوا في المارتينازيو احنا مازلنا دوك الساعة ما نعرفوا ليش مليح والله يا مام شوما اللي خدموك كديمو يضربوا الشلف ما تسمع بيه وحنا ملي نوضوا سخفنا لا شوي حسوة سخفنا لا شوي شخشوخة يشوف الكسرة طابت يعطي قلبه البني يضربوا اسرائيل وحنا الفايق فينا تقولوا اقعد ينوض ويبرد الحيل شوية يقول لك نهار عايش بالفروج هذا يضرب اسرائيل هذا شما لقيتو قاور يحط الفرماس فوق الفرمود يا عمي الخولي يا واش تعرف انت للفرماس يا واش من فرماس يا عمي خولي الفرماس اصلي مش مليح وراح تدير به حاجه مش مليحه العيش والعيش يقوى علميا يخدم كريبو الناس هذين اللي بنطرتك في ريديوات الناس منين سببهم العيش تاع افغانستان هذوك كيما يدير عمليه استشهاديه يدز قدر عيش والصباح يبكر العراق عباك عمي خولي خيمك شي اللي نضربوها منك كيف عادي مش انا اللي ضربها منك والله مازالك هيلتر حين يخمك بلنج فاس تاع باب ولا يركبك في شاريتي ليك شما تري بالك انت رايح رايح على الاقل بالك واقعد باسمك سما بادي على حساب هضرتك واحد ما يقدر يضرب اسرائيل يا شكون يضرب اسرائيل الشلالي والامريكان معاها يا اخي ذاك العام تاع ليبيا قال لهم طز امريكا في الجرنان تزلوا صاروخ جابوا له في الصاروخ عاد يقول لهم طز في مقاديشو طز في بوركينا فاسيو لا طز في مقاديشو اي مقاديشو سما يكريو مقاديشو ما قديتي لا فيريتي ما حسيتي سما بادي امريكا تحمي مع اليهود على بالك الشلالي ساعه ساعه تجيب هضره ما كاينش منها خلاصو من البيت لا بيض هذاك حاطو يطيبوا فيه الرفيس يطيبوا فيه الرفيس ولا المقروض دوك اعطينا الحل اي الحل شلالي الحل اللي على بالي بيه انا على باك بيت وعلى باكم بيه كل هو الدنيا عندها كود تمشي عليه وحنا الكود هذاك اللي هو الصح ما قبلناش وحبينا نديرو كود من روسنا نمشيو بيه والدنيا ما حبش تقبل خطر عليها الكود كاين قبل ما نجيو احنا وبات تعافي العرب تعافي وش شلالي توده مني هنا ونهبط الفوق نهوس عليكم مقبل هنا في القهوة قلبت عليكم الدنيا ما لقيتكمش قول عايتي في التليفون يا رحليني ميروه
يقول عايتي ما كيتشوف. والله هي دي غير رحت من بالي خلاص. واش كاين دوك الاخر واش كاين؟ شوفوا يا جماعه كاينه اوفر وافر ولا وافرتين. الصباح انا قاعد في البلاصه اللي مول فين نقعدوا فيها، هو جا واحد الشيخ مرسيدس بيضاء تطزو بزيو، هبط قال لي قديش الساعه؟ قلت له والله ما نقدر نقول لك الهاج، العشره غربه ولا السبعه ونص. جبد التليفون قال لي نحوس على خدامك شما دبر لي خدامه، قلت له مزاني دوك نشوف جماعتي ونجيو. وما دركش شنو خدمو؟ شوفوا على حساب ما شفت معاه انا، باين الشيخ هذا مرفه، يا اما حل ريستوران يا اما راح يحل القهوه. لقينا راح يحل القهوه جماعه نكونوا متفاهمين، المنوض راه على العشره، على بالك تبدا الحركه، يبداو الطاكسيات كشما نبيعو في ناجل، الشلالي، لا تزك كشما نشري سكر ولا قهوه، نشري 50 كيلو ماركي قنطار، والباقي يلوحو في الجيب، الدهماني يحكم في لاكاس، الفرنك في الجيب والفرنك في لاكاس. وانا كون يدزني يقول نشري قهوه مثال ولا نشري مرخيصه خلاص ونقولوا مال غاليه، كل يوم نقولوا ساتولا، لازم يفهم والو بوت. والباقي هاني على بالي وين ندير هكذا رانا خوينا رانا متفاهمين اي لازم يندم على النهار اللي عرفنا فيه ساعه ساعه الدهماني خرج طابله بيا بالكراسه تاعو حبيحه قال وراحت الطابله قال داروا جماعه باقر لهنا وتكسرت عيطناك في التليفون ما لقيناكش نعرف كي نروح للدار لازم العشيه عشي الواحد ما تيلي كوموند والفقوس ما على بالي بحتى هاجو وين انت غادي كي لازم ندير اكثر من شي عام الاول هذاك اللي خدمنا عنده في الريستورون يا اخي شهر سكرنا له طابا هو مشي يهضر واحد وضخ لازم ثلاث شهور نعيشو بسيري سير يا عيطو بادي في التليفون ويرحم ربي يدوك نعيطو سكت علينا برك الو الو الحاج واش راك لاباس واش كنت انا للصباح جيت لي عطيت لي التليفون قلت لك شما دبر لي خدامه اه والله قاسيتك واش راك وليدي لاباس والله الحمد لله الحاج يا اخي قلت لي سكنوا في وسط سان تيفي ولا وسط سان تيفي قلت لك تلحق سان تيفي قول لهم الفيلا تاع الشيخ الخولي برك دوك ينحتوها دوك نجيوك الحاج شوفوا يا جماعه نلحقوا لدما الشلالي ما تكثر مع الهضره مولو ثبت روحك قد ما تقدر باه يدير فينا الكونفيونس وبعد نلعبوا لعبنا وخلص يا بتاني يا بوادي يا الدهماني خويا ريق روحك ذما ما تلعبالوش مفرفل كيما راك مفرفل واش بوادي خرانا نورمال هاي سوني لها بوادي سوني سوني يا الدهماني مثل مخوي سوني او بالعقل هذا لا هذا فيها قبل سوني ترنق ترنق الهول اللي جايبينها باطلة اسمع انا الحاج حاطينا ما تسوني شو الحاج هم الخدام اللي قلت لك اليوم الصباح يلا يبارك بصح واش تخدم وليداتي يا كيما تحب ركبوا كارلاج سوق الطياره انجينيور ميتناجور مينور فيرايور بانتور ميكانيسيا نفلحوا وبلا ريستورات والقهاوي والشوال هذاك ما تحكيش عليهم خلاص ولا تخدموا كلش وليداتي يا نخدموا كلش يا واسمك وليدي تا انا اسمي السبتي السبتي الله يبارك وانت واسمك انا قبلوا بنهار الجمعي الجمعي وانت انا قبلوا بيومي ما تقوليش الخميس يبارك الخميس يا يا اخي لا فيريتي وليداتي والله يا وجوهكم ما يربحوا محسوب انت راك تربح شيخ كبير وما يحفظ بيستا الله الله هيا مشي ما تشاركش لغبك وشي الهج تمسخر بينو انت من تتمسخر واحد سمو السبتي واحد الجمعة واليوم الاخرى وراحت راهو كش ما يدبروا خدمة يا وين يا وين هيا مشي قلت لك ما تنبش وراك خلاص يا ما تهدرش بيدك الهاج اللي صارف ده صرفك نيدراش تتحمى وقعد دخل عيطك الا بوليس ما تهربش يا عيط الله بوليس تخلعني انا يا جماعة الهربات سيدك يا جماعة تفرقوا في الوحدة في الجهة بو 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 عرف بني يكاك بو نشلالي وين هربت نشلالي يا ابو هاتريك تجيب الله شرقوا له تهمني لي معه وين هرب وانا ما هاتريك سوق الفلاح عكني واحد مولا فين وبصح قتلته جات واحد وجو سحاك وما ضركت مولا حاطت اني جين نسرق لها الساق ولا قلت لها تتنفسين وقلت حتى نعاقبوا لها بوليس وباولي تخرجت انا هكذا ما طريق الواد هذيك يجري 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 ونلقى جماعة كوليو في دارك ديرك البارة والبروطة تشوفني خدام معهم من يامس روحنا بانا خدموا الارواح نشدي لي قريب روحنا بهم سقم تيليكون عايشين في السجن يا انا بالي بها انا ثاني بن عمي كيف عطيتها له انا باك من قلبي في حياتي ما ضربتش واحد كيما هكذاك يا بقى بادي كي سرفكتونا حطيتو شعلة بوست يدير ولا يا لا برق شعلة يستاهل خاطرك شو هو خاطره فايق ليامات الاخرى وين راحاتو دوك يعقبهم في السبيطار يعقبهم في الفراش نعتو ليامات الاخرى وين راحت
سلبك بلي تالي درت هنا شلالي قال انت تاخذ ابو عمي يبك تقول لك واسمك قلت له السبت ما قلت ما نقول له وانا وليد قلت له قبله بنهار الجمعه وخلاص ونقول على اسم الحقاني يا بوتي بركنا العشي ونشمخو انا ما نبيش حتى على جرش قال لي وانت قلت له قبله بيومي ولا تاكش مارك جايب الخبر واش بادي من هضرت قول لك شمارك جايب الخبر محسوب انت راك جايب الخبر لنا سنقول لكم اجماله مصلحه اني اشو نوين الشر نتلاقينا ما كون وين الخير كورونا خدمه عنده هذه الدنيا جايه هكذا كيما تنوي كيما تلقوا. السلام عليكم. وعليها القهوه راهي فرغانه وراح الغاشيه ذاك كل ارواح القهوه جن شيخو راهم دايرين الحجر الصحي في ديارهم على جال الكورونا. هيا واش تحكي؟ كنت في الدار دارت لي مراه حفله مفاجاه. يا سيدي حاجه مليحه واش من مناسبه؟ قالت لي اليوم عندنا 30 سنه زواج. قلت لها مليتك عندك الحق تخرجي عن طريق وتخلي بلاصتك الوحدة اخرى. زحكتني ما الدار هاني جيت ولك للقهوة حقا ما سمعتش البخوش والصرالوة. ليه واش بيه خير ان شاء الله؟ قال المرت ونزيد نتزوج باه يشوف ردة الفعل تاعها. اليوم الاول ما شاف والو واليوم الثاني ما شاف والو واليوم الثالث ابدا يشوف شويه بعينه اليمنى عمته الحلوفه. كنت عند الحفيف نستنى في ديلتك مع الغاشي حتى دخل علينا واحد السيد قال لنا خاوتي راكم قاعدين رايحين تحفوا. قلت له لا لا احنا لجنة التحكيم رانا نقيموا في الحفيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي. تلاحظون على صور الأشعة أن عملية التنفس غير معتدلة اضطراب نفسي قلق يسود المنطقة المخية. درجة الحرارة الليلية المرتقبة الكبدة 12 درجة الريالي تخلي السمة مخلية 13 درجة المرارة من أوجحة تخرج برا 16 درجة أما الطيحان يخليك فشلا وعيان 11 درجة. ولذلك يسيطر الغضب على مول الدار وعلى جهة تصعيد السيق والحسة كما نرتقب الرعود في الناحية القلبية والرئوية. درجة حرارة منتظرة لنهار الغد العينين معمشين 28 الودنين مسخين 36 الخنف المعمرين 42 والضروس المسوسين 48. حالة جريان الدم تكون سرعة جريانه تتراوح ما بين 25 إلى 35 كلمة في الساعة وذلك على كل مستوى الأعضاء الجسمية. إطلالة الشمس يكون فم يغني والقلب مهني على الساعة السادسة صباحا. أما إطلالة القمر يكون راس على فيه النار والقلب مليان دمار على الساعة الثامنة مساء. لمزيد من المعلومات سيدة سادتي اتصلوا بنا ورسلونا عن طريق الكورنيشا نذكر بالإيميل دوبلوفايا من فايا ضربة حبة في الكربة ويلكم ولا باختصار ثلاث دوبل فايات أباغ من فاي ضربة حبة في الكربة يسفر وجوهكم. الأحوال الغضبية قدمت لكم برعاية مستشفيات نفسية كانت معكم سكرية وجه الميزيرية قناة بهبات الجهوية جنجل من قناة القشور قدمنا لكم الأحوال الغضبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي سادتي أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نستهل نشرتنا بأبرز ما جاء في العناوين والتحرك في الطاجين. حديث مرون خطير يخلف وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين. الجمارك تلعب دورا فعالا في حماية التراب الوطني. المصريون يتلقون الصدمة الأليمة إثر حدث جوي. وفلسطين تطلب الاستقلال والاستقرار. أهلا وسهلا بكم مجددا.
وقع نهر اليوم حديث مرون خطير بالمكان المسمى بلدية مخلية، وذلك أثر اصطدام بقرة سويس من أوبرتون بخنزير كان يسير في الاتجاه المعاكس. وقد أسفر الحديث عن وفاة عجلين، فيما أصيب 15 خروفا بجروح طفيفة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولسلامة المواطنين من حوادث المرور، تعلن الوزارة النخالية والجماعة الملحية أن تسير في سرعة 40 ومجيوش فصندق 200. ألقت مصالح الجمارك القبض على جماعة مهربة بحوزتها كمية هائلة من المخدرات والمتمثلة في 27 كيلو من البطاطا و36 كيلو من الطماطم، كما عثر على كيلو زيتون معالج داخل كيس البطاطا. وقد تم إلقاء القبض على هذا الحمار متجه من ولاية سيتي نحو بلدية زلقو، حيث ألقي القبض على هذه الجماعة الخطرة. المصريون يتلقون الصدمة الأليمة إثر سقوط بومة من بوينغ 767، والتي كانت قد أقلعت من الغابة التركية متجهة نحو الغابة المصرية. البومة كانت تظهر على شجرة الدردار، فجأة اختفت بعد أن تلقت شجرة الدردار سفت الإنذار. وقد كان على متن هذه البومة ركاب 62 بفرطوطو مصري، الجرد من الأردن والخنفس من السودان. وبعد سقوط هذه البومة اتجهت فرق الإنقاذ ترز الزيت، لكنه لسوء الحظ لم يحصل على حطامها. تبقى عملية بحث مستمرة ويبقى مكان سقوط البومة مجهول. فلسطين لا تزال خلية النحل مستمرة من طرف البرزوز اليهود، فاليوم بشهر غزة اختلت نحلتين وأصيبت 4 نحلات بجروح طفيفة، حيث صرح ملك خلية النحل لدى مجلس أمم الهيئة المتفرزعة بأن تستقل بلاده ويعود إليها الأمن والاستقرار. فلستستقل فلسطين أم لا؟ يبقى ملف القضية مفتوح وبساط الموت مطروح. مجموعة من المختصرات في شريط الجريات، فيهم اللي حي وفيهم اللي مات. استيقظ الفرنسيون اليوم في مدينة باريس على دوي هائل، فلقد انفجرت فكرونة مفخخة من أوبيجو مخلفة 22 قط قتيل وإصابة قطتين بجروح بالغة، حيث أسرعت السلطات الفرنسية إلى مكان وقوع الانفجار. وقد تم القبض على 2 فئران كان مشتبها بهم، ولا يزال تحقيق متواصلا معهم إلى أن تثبت إدانتهم. بإيطاليا دشنت حديقة لتزوج الكلاب، حيث تم زواج 446 كلب. وقد قام عمال الحديقة بهذا العرس البهيج، ولم تمضي ساعات على هذا العرس حتى أصيبت الكلبة ليزا بوحكة بسيطة. نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى التي بنيت في الحديقة، وكم كانت فرحة كبيرة حينما أنجبت 6 جراء من أوكانيشا. نتمنى للأم الشفاء العاجل وللجراء النمو السريع. المبروك مرة ثانية للأم ليزا. أندونيسيا، لا تزال الحرب مشتعلة بين أندونيسيا وتيمور الشرقية، فقد وصلت فرق إنقاذ إلى تيمور الشرقية لتوقف الفوضى والكارثة التي حلت على العاصمة التيمورية. وقد تغنت بها المطربة اللبنانية المتألقة سيدة زرزمية عيناك ليال صيفية، والحرب لا تزال في تيمور الشرقية. تركيا، بعد هجوم 5 فيلة على جحور الأرانب، تعرضت تركيا أمس إلى هزة أرضية عنيفة سجلت على سلم ريشتر 5.2 درجة مئوية. الزلزال أدى إلى مقتل 500 رنوب وجرح أكثر من 132 جربوة. لا تزال الأمطار متواصلة بالمكسيك لمدة 2 أسبوع، فقد أدت هذه الأمطار إلى فيضانات قوية خلفت 60 بركة قتيل واختفوا 300 بيضة
لم يخطر عليها نظرا لسوء حالة الجو. والآن نحل الخط إلى مصلحة الأرصدة الكسكسية لترقب الأجواء غدا بإذن الله. قبل أن أطوي معكم نشرة الأخبار، تذكير بما جاء في العناوين. حادث مرور خطير يخلف وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين. الجمارك تلعب دورا فعالا في حماية التراب الوطني. المصريون يتلقون صدمة الألم إثر حادث جوي. وفلسطين تطلب الاستقلال والاستقرار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأخبار. نشكركم على حسن تسمركم معنا، في أمان الله. ورحمة الله وبركاته سيدتي سادتي، طابت كسرتكم معنا في الأخبار المحلية بالسكر والزبية. نستهل نشرتنا بأبرز ما جاء في العناوين وتحرك فقاجين. مجموعة من المواطنين يتعرضون إلى قطع الطرق. الجمارك تلقي القبض على جماعة مهربة. معرض صابون الوطني في طبقته الثانية وإقبال كبير لدى الزوار. الانتفاضة الفلسطينية لا تزال متواصلة، وإسرائيل تشدد الضغوط على الضفة الغربية. شبيبات قبيل تتفوق على اتحاد عن صفرة بهدفين لهدف، والأعداء الأولمبية مجدرة تنهزم في هذا السباق. صبتي سندرتي بوطين، ندخل إلى الجانب الوطني ونشرع في التفاصيل. اقتلت اليوم دب شهبة على يد مجموعة من اللصوص، وإصابة دجاجتين من نوع السانتيكا بعد أن سلبتهم كل ما كانوا يحملونه إثر ارتكاب هذه العملية المشينة. أسرعت الحماية الحنطورية إلى عين المكان. عبر طريق الصحراء أمسك الجمارك. عفوا سيدتي سادتي، نعتذر عن الخلل التقني. إليكم بعد الفاصل لمزيد من المعلومات. أخدم شيات سيدي سيدي، طوالكم دخان انشعلك القارب يا سيدي. سيدي سيدي، صباط الغنبر انسيرت يا صباط. نعود إليكم من الأخبار. ألقت قوات جريلو الإسرائيلية اليوم القبض على 4 فلسطينيين بعد قيامهم بتهريب الأسلحة والمتمثلة في 15 تربولة و 35 محجال، كما أثر على 3 براوات من 30 حجارة، حيث تم اعتقال هذه الجماعة في سجون اليهود، وقد تم غلق المعابر في الضفة والقطاع. إلى هنا سيدتي سادتي، نأتي لنهاية نشرة الأخبار. نشكركم على حسن تفرتسكم معنا، في أمان الله. يا قاعد في غرضي بغيت نفرج في اليتيمة، وبدل من القناة القناة. هيا شويه ها ونسمع طين طون طين طون طين طون. ياه يا الرب وش هذا؟ خرجت نجري طلعت ساقة لقانا بوليس جيو يجريو، طليت لقيت جارنا يجري، لقيتهم هزوه. عيط لوش قلت له كورونا والله، قال لي لا زطلة زطلة ما تخافش. تابعوا صفحتنا على يوتيوب تحير وتبقى حياة في الجزائر. تابعنا على موقعنا www.tahir.com. تابعونا على صفحتنا على فيسبوك فيسبوك تحير. تابعوا صفحتنا على انستغرام انستغرام تحير دي زد.